الإدارة التحويلية، دراسة الحالة والاستنتاج. حضرت إحدى السيدات العاملات إلى مكان العمل وعلى جسدها كدمات، وتظهر عليها جروح على وجهها وجسمها، وتعاني ترهلات وكدمات تحت ملابسها، وتقول أنها تعيش في عزلة وتتجنب الاتصال بأي أحد، ترفض بشدة مشاركة حالتها مع أي أحد من الزملاء والزميلات أو التحدث عنها. ما هي الخطوات التي يمكن أن نتخذها للحفاظ على سرية معلومات ناجية وضمان أمانها وسلامتها أثناء تقديم الدعم؟ ما هو دور الزملاء من الموظفين والموظفات الذين يشاهدون حالة الزميلة؟ ما هو دور الإدارة في التعامل مع هذه الحالة؟ ما هو دور إدارة الموارد البشرية في التعامل مع حالة الزميلة وكيفية المساعدة في التحويل إلى مقدمي الخدمات؟ كيف يمكنك ضمان عدم تمييز الناجية وضمان تلبية احتياجاتها بشكل عادل دون النظر إلى عوامل مثل الجنس أو العرق أو الدين أو الجنسية؟ كيف يمكنك ضمان عدم تمييز الناجية وضمان تلبية احتياجاتها بشكل عادل دون النظر إلى العرق أو الدين أو الجنسية؟ كيف يمكن للناجية المساهمة في صنع القرار فيما يتعلق بالخدمات والدعم الذي تتلقاه؟ وكيف تقدم المشورة والتوجيه لها بشكل مناسب وملهم؟ ما هي الخطوات التي يمكن أن تتخذها للمساعدة في تمكين الناجية وزيادة قدرتها على اتخاذ القرار والتصدي للعنف بفعالية؟ كيف يمكنك ضمان عدم إلحاق الضرر بالناجية أثناء تقديم الدعم والتعامل مع حالتها بشكل حساس ومتحفز؟ أولاً، المبادئ التوجيهية لإدارة حالات العنف المبني على النوع الاجتماعي. ضمان سلامة الناجي الناجية وأسرهم في جميع الأوقات. احترام سرية الناجين والناجيات وأسرهم في جميع الأوقات. ضمان تعامل الموظفين المدربين فقط مع الناجين الناجيات، أخذين بعين الاعتبار قضايا متعلقة بالعمر والنوع الاجتماعي والسياقات الثقافية والاجتماعية. احترام رغبات وخيارات وحقوق وكرامة الناجين الناجيات. ثانياً، المبادئ التوجيهية للعمل مع المعنفات من النساء والفتيات ذوات الإعاقة. احترام كرامتهن واستقلاليتهن بما في ذلك حرية اتخاذ القرارات واستقلالية الأشخاص. الانخراط والمساهمة الفاعلة والكاملة في المجتمع وعدم الإقصاء. احترام الاختلافات وتقبل الفتيات والنساء ذوات الإعاقة كجزء من التنوع البشري. تساوي الفرص في تقديم الخدمات من خلال الموائمة المكانية والتقنية. إمكانية الوصول الآمن للخدمات المقدمة للفتيات والنساء ذوات الإعاقة. توفير مقدمي ومقدمات خدمات مؤهلين ومؤهلات للتعامل مع حالات العنف مع النساء والفتيات ذوات الإعاقة. ثالثاً، أدوار مدراء الحالة. ضمان متابعة عملية إدارة الحالة من بدايتها وحتى إغلاقها. تصميم خطة التدخل بطريقة تشاركية مع الناجين والناجيات. تنسيق وتوفير الخدمات المطلوبة للناجين والناجيات. متابعة التقدم المحرز وتقييمه وإغلاق الحالة عند تحقيق أهداف خطة التدخل. المعرفة بالخدمات المتاحة في أوقات الطوارئ وآليات الوصول إليها. الخلاصة، العنف القائم على النوع الاجتماعي هو ظاهرة اجتماعية خطيرة تمتد جذورها عميقاً في تفاوتات السلطة والتمييز بين الأجناس. إنها تمثل تحدياً مستمراً للعدالة وحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم. يشير العنف القائم على النوع الاجتماعي إلى الأعمال الضارة التي تمارس بناءً على الجنس أو الجندر، والتي تستهدف بشكل رئيسي النساء والفتيات، لكنها يمكن أن تؤثر أيضاً على الرجال والأقليات الجنسية. تشمل أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي العديد من السلوكيات الضارة مثل العنف الجسدي، العنف النفسي، الاعتداء الجنسي، زواج القاصرات، التحرش الجنسي، تجارة البشر، الزواج القصري، وسلوك الاضطهاد المتعلق بالنوع الاجتماعي.
تعد آثار العنف القائم على النوع الاجتماعي مدمرة على الضحايا والمجتمعات بأسرها. إنها تضر بصحة الفرد النفسية والجسدية، وتقلل من فرص المشاركة في حقوق كثيرة مثل الحقوق في التعليم والمشاركة الاقتصادية، وتساهم في تعزيز دور المرأة كضحية دائمة. يجب مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي على مستوى عالمي من خلال سياسات وبرامج تعزز المساواة بين الأجناس، وتعمل على تغيير العقائد والسلوكيات الضارة المتعلقة بالنوع الاجتماعي على أساس ومبدأ يلتزم بالتعاليم الوطنية والدولية. مع تزايد الوعي بأهمية مكافحة هذه الظاهرة واتخاذ إجراءات فعالة، نأمل في تحقيق مجتمعات أكثر عدالة ومساواة بين الجنسين، حيث يكون العنف القائم على النوع الاجتماعي شيئاً من الماضي.